بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا ربنا يا رب الجنة والنار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورحمة. يقول ربي: لنجعلها لكم تذكرة حتى حد ما يجي عاقل ويعرف ربي علاش قادر، حتى حد ما يجي ينكر الطوفان وقع. وبعد جات أيام مش بعيدة عنا كثيرا، وبينت الرواسب اللي موجودة في المنطقة ذيك تدل على أكل العصر ذاك وقع في طوفان، وتحبوا لا تكروا حتى آثار فاستوت على الجودي، يقولوا في تركيا أي السفينة ذيك استوت هبط مستوى الماء، فلقى جبل هذا الجودي. وارجو لعلكم وقت اللي ترجو تلقاو بعض خيوط استعملوها باش توصلوا لحقيقة القرآن أو بعض حقائق القرآن. لنجعل لكم تذكرة وتعية أذن واعية. وين الأذن الواعية لتعي القرآن أو تعي الأحداث؟ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، ربي يحضرك من اللي يمشي يجي سيحيق بك. يقول ربي: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا، يعني قوة ربي حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، وعد برك فتفتت، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة أو تقرر الحق. وهنا قالك الواقعة هي سورة كاملة سميت بالواقعة، ستقع حتما ستقع. وانشقت السماء، وشوف قوة ربي، وشوف منام بالضبط سطوة ربي على خلقه. تلي يحب يشققها يشققها، يحب تلتحم تلتحم بأمره وبقدرته. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجاء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. أنا وقت كنت صغير كنت أحلم اللي نجم يكون من النوع هذا، الله أعلم بالضبط النفس كم حين كانت طاهرة، والحمد لله الطهر قاعد يزيد بفضل رب العالمين المطهر لنا واللي يحب المتطهرين. أنا أهل الإنسان باش يتمنى موقعك هذا الموقع على يحمل عرش ربك يومئذ ثمانية، لأنه احنا نتوق بصفائنا وحبنا لله، نتوق أن نصل إلى القمم في المعالي والهمم. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، شوف الأرجال كلها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وبعد تنشوفوا ماذا سيحدث في تلك الحالة هذه.